السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله نقدم معكم واحد الحلوة معسله بالمذاق ديال الشباكيه، سهله بزاف دغيا كتوجد، يعني ما كتعذبوش معاها والمقادير في المتناول، وكتجي واحد الحلوه اللي يعني لذيذه، يعني فيها المذاق زوين. هنا عندي 300 غرام ديال الدقيق الفورس، معاه واحد رشه ديال الملح، معاه صفره ديال البيض، 60 غرام ديال الزبده، سواء درتو ديال العلب او ديال او الحيوانيه، بجوجهم كيعطيو مذاق مزيان. عندي 2 غرام خميره الحلويات، عندي هنا كما شفتوا هنا طحنت واحد شويه ديال النافع البلدي، تقريبا واحد نص معلقه صغيره، واحد ربع معلقه صغيره ديال القرفه مدقوقه، وعندي هنا معلقه كبيره ديال الجلجلان، حتى هو اللي غير مصهد ما محمرش بزاف، كتصهدوه شويه وكطحنوه. هادو بالنسبه لهاد المكونات اللي ناشفه. بالنسبه للسوائل غادي نحتاج معلقه صغيره ديال الخل، ومعلقه كبيره ديال ماء الزهر، وواحد نص كاس العنبه ديال الماء باش غادي نجمع. كما شفتوا المكونات غيبانوا لكم شويه المكونات، يعني العدد ديالهم كثير، غادي نكتب لكم كلشي في صندوق الوصف باش تنجحوا في هاد الحليوه هذه اللي كتجي زوينه. تقطعوها يعني بالطبع اللي عندكم دغيا كتوجد، يعني دغيا كتوجد، ولكن المذاق ديالها كيجي زوين. صافي، من بعد ما خلطت هاد المكونات مع ديك الزبده، هنا غنضيف معلقه كما شفتوا ما كبيراش ديال، يعني متوسطه ولا صغيره ديال الخل، وغادي نحتاج واحد المعلقه كبيره ديال الماء ديال الزهر. صافو الماء بارد باش غادي نعجن، تقريبا واحد نص كاس ديال العنبه، انا نشوف شحال غادي يدخل لي هادشي. صافي البنات، هنا من بعد ما جمعتها كما شفتوا هي ما كت يعني ما خصهاش تجي مرخوفه، شويه هكا شاده راسها، غادي ندلكوها غير واحد 5 ديال الدقائق، ماشي بزاف، وغادي نغطيها نخليها واحد ربع ساعه ترتاح، ونرجع معكم ونوجدوا النشا باش غادي نمرقوها. البنات هنا من بعد ما ارتاحت كنت مغلفاها، بالنسبه للكميه ديال الماء درت تقريبا كاس ديال العنبه ديال الماء، ممكن تبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق. هنا دابا من بعد ما ارتاحت غنقسمها على جوج ونبداو نطلقوها. صافي، هنا قسمت العجين على جوج ووجدت النشا، غبرت شي شويه ديال النشا فوق منه ومن التحت، وغادي نبدا نطلقها باش نديرها على شكل مسمنه. شي من بعد ما كترتاح كتعطيكم الطعد، غير كتطلق معاكم، ماشي بحال هكا ما كتخليوهاش، غير خليتوها حتى نص ساعه يكون حسن. صافي، من بعد ما طلقتها دابا غادي نرشها بشويه ديال النشا ونطويها على ربعه بحال المسمنه، كنطويها بهذا الشكل. درتها هكا على شكل مسمنه، نحطها في الجنب ونصوب الثانيه حتى هي، ونرجع ليها باش نطلقها هي الاولى. صافي، لفيت الجزء الثاني حتى هو لفيتو على شكل مسمنه. دابا غادي نبدا ديك الاولى اللي صاوبت، هي الاولى غادي نطلقها مزيان بالمدلك، وغادي نرشموها بشي قطاعه اللي عندكم متوفره. غنحاولوا نطلقوها مزيان، نرش غير شويه ديال النشا ماشي بزاف، لازم من بعد ما طلقتها كما شفتوا هذا هو السمك ديالها، وممكن تطلقوها شويه كتجي رقيقه شويه ماشي بزاف، ولكن المهم رقيقه. غناخذ هذه القطعه هذه اوفال، وغادي نبدا نقطعهم، تقدروا ديرهم دائريين او مربعين او مثلثين اللي عندكم توفر، او بجراره. صافي، كنبدا نحيدهم ونديرهم في واحد الطبسيل حتى كنقطع كلشي، هذاك البقايا اللي كتبقى ما كتجمعوهاش وما كتدلكوهاش، يعني كترجعوا تنيوها على بعضياتها وكتولوا تطلقوها من بعد فاش كتسلق،
انا غنوريكم الطريقه. بالنسبه لهاد البقايا كتبقاو طويهم غير هكا على بعضياتهم، ماشي تعجنوهم، غير طويهم هكا بهذا الشكل، وكترجعوا تخليهم حتى يطلقوا وتطلقوهم بالدلاك، يعني ما غاديش تبقاو تعجنوا فيهم، خليهم غير هكا. صافي البنات، خديت واحد الكميه ديال الزيت وسخنتها، وغنقص دابا العافيه ونبدا نرمي هاد الحليوات هادو. كنبداو نخوي فوق منهم شويه ديال الزيت باش كيتنفخوا. هانتوما شفتو كي كيتنفخوا مزيان. العافيه دابا كتنقصوها بعد ما كيسخن الزيت، كتنقصوها حتى كيرجع الزيت شي شويه بحال كيدفى، ما يبقاش سخون باش ما يتخطفوش في الطياب. انا اصلا ما درتش فيهم السنيده في العجين باش ما يتحمروش بزاف فاش يكونوا كيطيبوا، يطيبوا على خاطرهم. هانتوما راه كيتنفخوا مزيان وكيتجعبوا، هانتوما داك هاد الحبيبات كيبان لكم فيهم، هذا بالفعل ديال داك الخل اللي درنا. صافي البنات، هنا من بعد ما قليتهم دابا غادي نبدا نعسل فيهم. المهم بغيتو فاش يكونوا سخان تغطسوهم في العسل، او كتدفيو شويه العسل وديك الساعه كدوزو عليهم مزيان حتى كيتشربوا العسل ديالهم. صافي البنات، من بعد ما كنسالي كما شفتوا سخنت هنا شويه ديال العسل، انا قلت لكم يمكن لكم طفيوهم من الاول. صافي كما قلت لكم يمكن لكم طفيوهم من الاول في العسل، او دهنوا بالعسل تكون شويه سخونه، وكنرشهم هكا بشويه ديال اللوز ايفيلي محمر كما شفتوا، كندهنهم كاملين وكنرشهم هكا بشويه ديال اللوز محمر. صافي هذا هو الشكل ديالهم النهائي. فوالا البنات، كان هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا المعسله، كتجي زوينه صراحه بزاف، ودغيا كتوجد لكم ما كتشدش واحد الوقت، وكتعطي واحد الكميه، يعني زلافه ديال الدقيق الابيض كتعطي كميه كثيره والشكل ديالو اللي بغيتو. نقسم معكم هاد الوحيده، شوف كيفاش كتجي. هانتوما راه كتجي مقرمشه، ولفيتوها في العسل غتجي شاربه العسل حتى من الداخل ديالها. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ونشوفكم فيديو جديده. بسلام عليكم.